بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم قصصا من القرآن الكريم. قصة قارون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كان قارون من بني إسرائيل قوم سيدنا موسى عليه السلام الذين شاءت إرادة الله أن يعيشوا في مصر تحت حكم فرعون مسخرين في خدمته يستبد بهم، وكان من أهداف رسالة سيدنا موسى عليه السلام أن يخلص بني إسرائيل من ذل السخرة لفرعون وبعزة الإيمان. كانت أموال قارون من ذهب وفضة وجواهر ولآلئ وغير ذلك، كانت تودع في خزائن حديدية في غرف قصره، ومفاتيحها كانت في سلاسل يعجز عن حملها ونقلها مجموعة من الرجال الأقوياء. وكان قارون متميزا عن بني إسرائيل المقيمين في مصر، إذ لم يكن مستعبدا مثلهم ولا مسخرا، ولكنه التزم خط فرعون ونهجه وطغى وبغى وفضل الحياة الدنيا كما تجبر وتكبر وسخر العباد لخدمته، فتدفقت عليه الثروة والمال فأصبح من أغنى الناس وأعظمهم مالا وأوسعهم رزقا. وكان على سيدنا موسى عليه السلام أن يواجه قارون أيضا ليرده إلى صوابه ويهديه إلى الحق، فأرسل إليه مع طائفة من عقلاء بني إسرائيل ومؤمنيهم يقولون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تتكبر ولا تتجبر. ولقد وعظه موسى عليه السلام بنفسه كما وعظه بأعوانه، وذكره وتوعده بعقاب الله تعالى عاجلا أو آجلا. إلا أن قارون كان يستمع إلى ما يقوله سيدنا موسى عليه السلام وهو في انشغال عنه، فغفل عن كل حقيقة وزاغ عقله عن كل هدى. وفي يوم مشهود امتلأ بالناس خرج قارون من قصره في زينة كبيرة تحيط به حاشيته من الخدم والحشم، يحملون حملا من المفاتيح في سلاسل من الحديد يكادون يقعون أرضا لثقلها. فهتف بعض الناس ممن ضعفت قلوبهم وعقولهم عند مشاهدة هذا الموكب قائلين ليت لنا مثل قارون صاحب الحظ العظيم. فرد عليهم من سمعهم من الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم أيها المخدوعون، اتقوا الله فثوابه هو السعادة الأبدية وخير مما ترون. انفضت الجموع، ومع حلول الظلام وقعت الواقعة، اهتزت الأرض وسقطت الأبنية. كان قارون في تلك الساعات في قاعات قصره السفلية، فانشقت الأرض من تحت قصره، ووصلت ألسنة اللهب تأكل كل شيء، وأحيط بقارون من كل جانب، وتساقطت الأعمدة والحجارة الضخمة حتى ردمته تحت الأنقاض. انتهى أمر قارون، وأصبح الناس مع شروق الشمس يسرعون حول المكان الذي كان يقوم فيه قصر قارون الذي أصبح أثرا بعد عين. فقد ابتلعت الأرض القصر وما فيه من الكنوز. فقال الذين يحسدون قارون على ماله وسلطانه وزينته وحظه حقا وصدقا إن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع عليهم، وكذلك يقبض الرزق أو يضيقه على من يشاء،
فالحمد لله أن من علينا وحفظنا من الرجم والعذاب الأليم. لقد تبنا إليك يا ربي، فسبحانك لك الحمد في الأولى والآخرة.